حينو إن شاء الله تعالى كلمة كورانينا الشبهة والشهوة تشخيص وعلاج والله عذر أوقفك بني آدم كل دلاءة وخطرة الشبهة يا الشهوة بلين نفرتك في غنى محيهين إيو محا دووة قفك بني آدم عذرا كل دعاء عذرا سوى الله قيبوت قيب وحنونا ذا شركة كل دعاء شركة مقال ما حبين قرصونها تو أما حبين مقطعها تو أرنت دوين تيدا يا دخترين تيدا خاطير تأسكله وعجر عذر لها شبهة يا شهوة لبا عذر يقو قلبي كل عان وحانا دوين تيدا إن شاء الله وما أنت إلا تطبق قضب وين اسكي قد وين انه ايينو كسورين باذن الله تعالى ما كان دوده وكتبنو رسولك هو من اوشي حديثها مقليسين او شيخ علي با شيغاي الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله قفك بني ادم كان رسولك هو يري حوين باجيركيسا كميدا حبين تاسي هدي في عناتنا شركة انتي سكروا في عناتا حبين تاسي هدي حماتنا شركة انتي سكروا حماتا وانا قلبك قلبك وماشا الابار ايو مركلا ربا قفكا نئلو هكاكا اما اطرابتين هكا كتبا ماشا اسكا ابار ايسوا قلبك شرعون هكا سوا ابار اي قلبك وملك الاعضاء حبنا انتي سكرا وبغر كي هكا يي بقرك ولوه جنسية حمنا إنتوا ذا كلام ولوه جنسيينه وحكستوا كادعى أو فلعة أما وراءة أما دقيسية أما قام وحق قبشة أما وصعدة وحكستوا شركة كإيمانية وحيد بصعدة بقر كاس وقلبية قلبية هجية حمنا ما خلاف كران قلبه هذو حماد حمني وحمانية وحكاسوا بحية قلبه حمية هاي شغوهم بصعدة هدي قلبي وعيا شقوا عن بصعته رسولك صلوات الله والسلام عليه حديث كاسون هو شيغي الله انا وحنا شيغي ان بري قيامها قفك وحا انفع يا انو يا هي قفكي قلبي فيوليم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم مال يا اولاد وحنفع ميسو قفك قلبي فيو السالم من الافات من الشبه والشهوات قلبك كفيو لبدا عذره وحكستا عذره ودمي دبا سودان ككفيو كاس ايا بدباد يا با الهي سبحانه وتعالى قران كسكلي رسول كنا وكدو عيسن جيري الهي لوسيو قلب وناغسن اي كدو عيسن جيري اللهم اني اسالك قلبا سليما بقول انجي رسول صلوات الله وسلام عليه مركا وعلي هذا شرع دن وحا اساسو لبدا عذر ون شيغ دونا او هدي لبدا عذر لغا بدبادو قفكاس ايمانكيس وافعناضي خورن جيري ما وردي كتابكيس ادب الدنيا والدين افضل الناس من لم تفسد الشهوه دينه ولم تزيل الشبهه يقينه قفك ددك او فيعان وقفك الشهوه ان دين دي سفسهاد شبهاتنا يقينتي سأنا ماشي كسارين كاسو في عمرو دتك مركا شبهه ما حاتاي شبه هذا مركا علماء معنين ايا وحي ليين والتباس الحق بالباطل بيقاركم معنيين حق يا باطل كويس دحك اللي دحك اليوم القران هو كلو ديدي يقول يا ليلي هي وحا غرانيه ولا تلبس الحق بالباطل بقى الله سبحانه وتعالى ابن القيم يسقوا حقوق السيره يا شبه هذا ووحكستو حمان او قفك قلبكيسا كسو دعدا او كتيديسو كعلينيسا انو حق غرتو تاسا لي دهدا شبهاتكو دينتا لو فري عالمك لو سي داي وي فربدن يي واخ لا كوبي كرما واخ كميدا قران كو لغا شكي غليو واخ كاستو هدا جيرو شبهاتنا وين دوغاتان وا واخ سو جيرينا اي وا يرتي واخ اوغو كي هدا بلو وا يرتا بسو جيرو قران كو ورمي أم يقول افتراه قل افتريته
فلا تملكون لي من الله شيئا سقى سما يستوي لهم قرآنك رسولك أو قرآنك كور رمية افتراي سمين أيام أولي وأوح شبكي سكليمي أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا أو على لشك قالين يا نبي الله محمد رسالة دي سيهد بتاقن تطبضين شك قالين أيام ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك وعلى شيء قالين يا صنها ورسولك صلوات الله وسلام عليه حقا ورسولك إنه شيء وحيمن دونا كوا فليو أنت فلسطين ولنا يا وحين قد حيا كتابك قرآنك وحلا علينا حال بين قنيا وحرمنا وحاران وحا وشيء رسولك وحا ورسولك حرمينا وحي إلهي حرمي بين لمدين وحكم إذا تشكيك كان الدوان أو ما أنت إنه أرك إنه إلحاد كوفا فينا يا وإلى هم تشيروا عالم كوسي ديني يا وأسي شو تشيرين هرب أو تشيرت وحول ولا تشيري وحصلنا ولا جوابي ما أنت إنه جوابها كار لما إنه لكن وقت لما ما إنه بحنا إنه وحن إن دين توي كهذا الشيء أو با أنت إن حل كذا أتقرطه دولة اللي إنه حوك صارينا أو وحولنا ين ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر والرنية iyo shubahaad ka faraha badan ee dumar kiba laga hadlay islaamku wuxuu ka qabo xurriyadda nisaa waxay ku magacaaban xijaab laga had wax fara badan oo shubahaad ayaa la siidaynaya waxaana aasaas u ah qillatul ilmi wa dha'ful basira aqoon yaraan ilmiga diinta aan la aqoonin iyo aragti fiican oo diinta loo lahayn ba keenaysa arimaas ay dhacaan shahawadu maxay tayadu shubadii waa faanti shahawu waxa la yiraahdaa wa taqdimul hawa على طاعة الله ومرضاته إن أذكر مريصه هودا هذه النفط أضوحي تعشهاي إلهي طاع عديس يهو جان سكيسة يرى لآن شيسة إن أذكر مريص النفط أضوحي ربط وحمانة والزندي مع سيد وشعلاته الزندي وشعلاته لواتك مع ميوسك يا وحياة سالة جيسنا يو حارنت عنوس تيدا وحياة فربضان ونفط نير ربطه وأذكر مريصه إلهي طاع عديس وادي الله كم منطاي أي شهوة لي هذا إم القيم حولن شري شبهاته قفقة واحدة حال سنة يسا شكي شهواتنا واحدة حال سنة يسا دين حماية واحدة لي هذا إنه هوا دي يسا طاعة كهر مريو مركا هوا إن هذا نغطة هوا راع وحيا با خلصتا وإلهي القرآن كسنة نبي الله داود مركا ورمي يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض إن كرحم كنت حق كرحم كنت ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى هو ذا الراعي مركه هو ذا ولا راعى وشيخ طرأ أو عيل نكى والنفس كالطفل إن تهمله شبع على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يصمي نفط واسد المها يروكلي ilmaha yar markay hooyadu naaska ku duwayso luujinayso uu iska dhaganaanaya haddii ay iska sii wadaba oo sanawaa isagu ka fuqi maayo laakiin markay ka guriso oo uu ka guro deen marabo naaski ku noqon maayo naftu waa ayn kaaso hadaad xumaanta ay baratay ka guriso oo aad ka xakamayso xakamaynta iyo halgankeedu zeenbu ka qaadanaya laakiin marka aad ka goyso waxay hore u baratay wayna ay saadib ku noqon mayso wakiila marka hawadaada leexi oo hawadu yaan madax ku noqonin hadii hawadu ku kaxaysato oo ku hagto ama way ku dilaysa ama ku ceebaynaysa marka waxa weeyaan aqsaamna way leedahay marka laga hadlayo shahwada oo waa laba qaybood oo inay tahay shahwa xisiya iyo shahwa macnawiya shahwa macnawiya waxa la yiraahdaa waa حب الرئاسة مرحلة المشاعر وشهو حب الظهور قفك إنه مقدوش عليه وشهو حب الانتقام إنه أرجوس توعده إسقابتان وقلعه بوش عليه وشهو ونوع شهوة كم ده مركب نوع سوى معنوي مدينة وحسي وحلا تابن كراه شهوة البطن على وجه غرة إنه حرام كراه مدبا وحول حول وارح من اسم ماشي لقاه لبا لس كبر يصير مايو مدي وحويا وشهوة الفرجيو وحبن كيبو لا هذه مال حارانا والزنادي وفواحشت وحيا بانو عسكرا
waxa su'aal mudan la isweydiyo shahwada qofka ilaahay ku abuuray oo shahwatul badn cunada la cunaya ah ama shahwatul farja xikmad ma leedahay ha xikma leedahay shahwatul akli ama cunista waxad cunayso xikmadda looga jeeda qofkan ilaahay ku abuuray inuu sii jiro noolaado jiritaankiisii bay aasaas u tahay laakiin waxa lagu leeyahy waxa walaa xaala cun shahwada farjigu waxa weeye ladeeda ilaahay qofka ku abuuray taran baa la doonayaa ubad inay sii jiraan bani aadamka tarankiisii baa sii jiraya marka guur iyo zawaaj iyo wax la sharciyeeyey marka xikmad baa ku jirta marka qofkii waa inuu la aadaa meeshii loogu talagalay zuyina linnaas xubu shahawaati min annisaa'i waalbaniina waalqanaatiiri almuqantarati min aldahabi waalfidati waalkhayl musawamati waalancaami waalxarf dalika mataacu lxayaati dunya baa ilahay yihi subxaana wa tacaala waxaa markaa aynu yar taabanaynaa shahwatu xubu ri'aasa madaxnimada jacaylka oo runtii cudur aad u khatara ah oo shahwayn layska daweeye u baahan ah oo xubu ri'aasa madaxnimada jacaylku madaxiina yaanay ku soo degdegin oo keli ah ninkaa madaxnimada u sharaxa madaxweyne wasiir xildhibaano waxaasoo keli maaha waa meel kasta oo laysku hirdamayo oo ay tala ka jirto oo magac iyo maamuus iyo milgamuqasho ay ka jirto waxaa kow ka ata diinta oo diintii ninkii xilka diinta u hayay sheekha ahaa ama wadaadka ahaa qudhiisu waa meel waa mansab isaga qudhiisu markaa shaydaanku qofkan u khayakhayeyn waa dhici karta marka qaarkood inuu isu qaataba waxyaaba naftiisa ay ku xambaarayso inuu u haysto inuu wanaag ka shaqaynayo laakiin shahwatu xubu ri'aasay ku jirto oo wuxuu odhan jiray imaamu alghazaali kitaabkiisa ixyaa culumuddiinka aakhiru maa yakhruju min ru'uusi asidiiqiina xubu ri'aasa dadka wanaagsanee la yaqaanka ah ee xumo oo dhan ka caagan wax kasta ka tegey waxa u dambeeya madaxooda ka baxa waa madaxnimo jacayl waa ninka taqa saaimka khamiis iyo isniin buu soomanya salaad tuleel buu tukanaya diintii buu faafinaya qur-aanka buu akhriya dacwaduu ka shaqaynaya halgan buu ku jiraa laakiin weli cudurkaasi waa cudurka u dambeeya u baahan in layska daweeyo dhaqaalahay gelaysaa kuwa ganacsada haysta ninka wuxuu rabaa inaan cidii waa ninka dhaqaala waddanka u dhaqaala badan buu rabaa cid ku soo dhawaata ma rabay se u dhiiso marka madaxtinimadu xubu ri'aasadu meelo badan bay gelaysaa ri'aasadan caadiga loo baratamaya dadkii waxay ku lumeen ee lagu jabay baa ummaddeenna adaynu soomaali nahay ummad dhan oo madaxtinimadeeda doonaysa xagga lagu arkay kursi kaliya waxaa la rabaa kulligoodba nin wale inuu qabsami doonaya waa mushkilo taagan rasuulku salawaatullahi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay isagoo ka hadlay madaxtinimada iyo khatarta ku soo socota innakum sataxarisuuna alimaara wasatakuunu nadaama waxaad ku dadaalaysaan waxaa la yidhahda madaxtinimada waxayse idinku noqon doontaa waxaa la yidhahda tiiraanyo bay idinku noqon doontaa fanicma almurdicatu wa bi'sat alfaatima wax la nuugo waa ta u fiican oo ninku markuu madax yaha oo dee madaxweyne ama wasiir meel fadhiyo oo saa loo soo dhaweynayo oo gaadhiga kursi ka qab albaabka xagga dhinac ka mar xagga fadhiisi oo lacagta isu doono amarku doono bixinayo cid doono xidhayo cid doono dilayo wa iska macaanta markaa tuubu nuugayaa ciduu doono su doono u hadlaya su doono wax u wadaa waa ninkaa loo sacabinayo oo dadkao dhan ay markaa dee ammaanayaan ee magaciisa la wadoodo laakiin marka meesha laga waayo ama laga qaado wax ka gurin waa gurinta ugu xun weeyaan oo naaskii tuumbadii nuugayay ama waaba lagu dilayaa adduunka intaan akhriba laysa gaadin ama jeelku liinta ku cabaya halkaa inta lagu tuuro waalaa ku baayaalaya ama waxa weeyaan halkaasuu isagoo tacbaana ilaa ninka shaqooyin buu soo bartay wixii ma hayo cuqdu baa u dhimanayaaba iyo huq buu u dhimanaya marka dambe marka waa shay adduunyadana ku xun aakhiradana halis ku ah marka sida xun qofku wax u raadinayo shahawaadka waxaa keenaya qofku inuu xaaraantaa daba cararo oo zino iyo macaasi ee dunuubta uu daba cararo waa mawduuc hadda laga hadlay iimaankoo daciifa qofka iimaankiisu hadduu daciifo wax walba waa u sahlanaanayaan oo hadda kuwan ilxaadka faafinaya ee xumaanta iyo ka dhaadhicinaya dadka marka hore qofkan waxaa loo habaynayaa inuu macaasi ku dhaco oo zinada iyo fawaaxishta iyo khamriga markuu lumo hadha wax walba lagu habaya afkaar kasta waa loo dhiibaya iimaankoo daciifa waa meesha wax ka bilaabanayaan shaydaan baa wuxuu ku tusanayaa tallaabooyinkiisaad qaadaysa ood raacaysa waxyaabaha
مركو قفك خضواتك شيطانك وراعه وحيابه وكل ما يأي نقريسا هذه يقول اختلاط كي يلحش خلافك الشرعية ورأي الدماء يسلح قلان وحيابها كينية وحليها معاسة قفوا نقلاده هذين نسوا قدبنه محاد دواء تطبق بين قرينا مركو روحي نسكو بلا رجينا رسول حنا شيخي لكل داء دواء شيء كستاب الدولية وهذه الدواء دي مركب نبر كأي تابطه برع بإذن الله ورسوله وبكسر يقفك وحن دولة هي المجت وين الأرض مركب ورا مبدأ من تا دولة كواد وحولنا هاي وحوية مراقبة الله قف يهو مسلم كأهي إلهي إن أدلا شتال الدنيا إن أدوقات ربي قا إنه كأركيو ربي قا إنه كمغليو ربي قا إنه كوتشيدو يعلم السر وأخفى وحسرته ويقانا وحكسي قرصون ويقانا وحسريسان يصو ما حكسي قرصون قلبي قاعد وحكوتشري هي وابيهاي لكن ما حكو صور عدونا بريتو ما حبيل كديب صور عدونا سنوات كديب بدات سنوات ما حكو صور عدونا إلهي وأجيه سبحانه وتعالى يعلم خائن التلاعيون وما تخفي الصدور مركوين دقاتها والله واركي والله وشيدا ودولك والله خطرتها هادو قفكم فهموا وإن قال لقاها يولا أركا يولا وشيدو وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان فلكل صوت سمع حاضر فالسر والإعلان مستويان والله الله أركا وكو أركا وواكو مغرا وواكو وشيدا ولا وشيدا مركا مغر سومي سيد وحال الدولة قفك مؤمن كاي inu dareen kaas qalbigiisa u galo oo markaas leey talaabo xumaaqad oo talaabo macaasi ku talaabso waynaad ku tala gashaa in lagu jeedo in lagu arkayo in lagu maqlayo ilaahay waxa ka maqsoona uunka oo dhan wax yaala waxa caleenta dhacaysa mugdiyada habeenki kayma ku dhacaysa ilaahay waa arkaya kama qarsoon kartid marka naftaada inaad u baqdo is ilaaliso waa qodobka muhiimka ah ee la doonayo la isku ilaaliyo rasuulku markuu ka hadlayo kuwa maalinta qiyaama ilay halkiisa halinayo waxa kamida rajulun da'atu imraatun dhaatu mansibin wa jamal afdu marawiya dhay xumaan bay ka doontay faqala inni akhafu allah ila ban kaabsana yabud wa ilaajki dawada gumaysan oo nabiga ilaa yusuf markii xumaanta laga doonay ربي السجن وحب إلي مما يدعونني الله جيل كبايدا أنت وحي غير هذه نيان ما قفك مو منك وإن درينك هسكو تشرا أو أقيا هاي الله سبحانه وتعالى إنو كوارك إيوه وإذن كقر سومي كري قضب كالباد محبة الله إلهي وات شعراته ومحبة ما أحب وح إلهي شعريها شعراته إلهي يا رسولك يا دين تن إن أشعراته وحيابها شهواتك النفط هذا أي ربطه وإن كبدلته شعائلك الله سبحانه وتعالى ورسوله عنه الشيء لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين يعني تكير إيمان لك هيلي مايو وإيمانك يسول ما يسترم مايو إلى نفتيسة إيا أولاديسة إيا والد كيبا أكتسان لك أشعراته أنك كوا صوداً إلا تاله له إيمان سحله المايو أي رسول الله صلى الله وسلم عليه مركا حاربا حب ونكسن والله كأوري وحديها يكون شعراني سو عرنشري ابن القيم رحمة الله عليه مشاهدة المنة تورث المحبة إن قلد إليك سيد دعوته وإيش أكوها يسوع وحي كان يسا وحلى إله شعراته من نظم حيتاي برادو إسأجو محاذ يسطا نعمت اللوسيه بالفرس ارجي بالوسيه مقلب بالوسيه لحات حوق بالوسيه ايمان بالوسيه عقل بالوسيه مال بالوسيه اولاد بالوسيه وحا سودن يا كوسيه كوغو ديقي الله سبحانه وتعالى ارينتا ماركا دو فيرساتو او داواتو او ايشا كو هيسيد شعيل بامرها وغليه الى بني ادم كو ماركا بني ادم وحا كوسيو جلبت القلوب الى من احسن اليها قفكا عدي وحا كوسيه حدين وحوغا كو ديو مربا خرش الكو عوريو ماركا ورن أكثر من قصة قال وأني كاسوق هذين هدي إلى حمار سعيتها وقلان ميسي إلى حواق قوم مقنع هو استوى على جدي بامر بحبل ودي بقى اللي هو أبو ري
نعمتي سأل المهر يهمني كوز عطو إن الإله شعلة الدنيا شايل كاس وكينا يا مركا إنه قفكو كفوا جادو معاصي ذنوبته وحيران شيرين سعادة يلي بان تستيه دبا عنوان كده وصدح قطب من إذا ابتلي صبر وإذا أنعم شكر وإذا أذنب استغفر وقفك هدي دبات كنت ما دون كيس المركب وتشوقه وصبر يا ويكون دعاء وقدر إليه كيمن كو هدي لا نعم يا قلت سيانا وشكر نقيا وحولي الحمد لله لين شكرتم لأزيدنا وكسر نعم سو زيادة هدو ذنبابنا دم داف إله ويدي سنيا وربي بوصل نقريا وعنوانك سعادة يلي بانت القائمة سنكوهينا وعلى بقى ضبان فيها وهي صدحية إن أتسكحي له مداخشة ميرها وكاسو ويرير يا شيطانك عيدا كيس يدولانك وقوة ميرها وصوت شباحة يو بار ربان يدحلو دفاع دقالك مقال لكوش وحالي هذا هلك عدو كاسو وقري هلك هلا حلو آقا هلا حلو كا هلا حلو مركب حال الدونية آقا كينا تسكحي له سيان شيطانك قلبي قاقا وصوت شباحين وشهوية شوكو قلين ومعي تايو وافر قطب اللفظات واللحظات والخطرات والخطوات افر تا قطب اسكو يعني سميدو واسلو تاغينا لحظات محاليه وديمده الشهد الالي وماشو خاصو تشباح يا عدو قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير ما يصنعون ركيساس لغوي وار ايش الله با او ايشادو هدا سيديسو خطر وين بيكو غلنيسا وهذا سبحانه وتعالى يقول لك معاصي الدم يقول لك وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن وقال الله سبحانه وتعالى مركا ايش شيء نادي لاريسا ومهم جدا وعلى احمد شوقي نظره فابتسامه فكرام فموعد فاللقاء شكرا وانا مات قال لي وارك ايش ايش كله فتي ولسلو العديي سلام باب بلابتي والله بلمي معاصينا ولا عدي بولي نبا يلواد شوقي يوم يلفق بتكاد لي زاي هذا نظرة فلقاء ويبا قارب وطا هون كو قرعي إشارة يسكو فيما بصوفه شيء بيقول لماذا الشكل وذنوب يعني سيابها قفك أرقوا وما يشوحك بالعبانية أرقوا مركا إشا دينا الله أبطو ووحيا بها منك صورة النور بأي لهيك كور من آيات كاس أو ابن قيم منك اللي أمرك الشكين أرق الله بيسا انت صوف فائدو أيات كفائدة سنيسا وحا كلاول اقاد خريسو وحا كميدا خطراتك وحا قلبي كو سو دعيا قلبي غا ميل كدافدا كدغيلو قشن قبا هداد سيديس قلبي غا و كو سو دعواد كو فكرتو خاطره قلبي كو سو دعادا و يسو بدليسا دونيس يسو بدليسا فكر بي يسو بدليسا بادي جو بي يسو بدليسا الا ايشان و حدا و تي ايشاد قادت قلبي يتكتي قلبي غنا و سمي كو فكر marka baad goobay noqaysaa halkii uu xidadiyo marka khaatirada qalbiga way iska yaalisaa oo aad dhowrta qalbigaaga aad ka ilaalisaa wuxuu yiri wuxuu oran jiray qalbigaagu isfanjiya oo noqon isfanj isfanj kam hali hada wa burush kan marka miiska lama saxayo kala biyaha wax saalo ma saxayad ee saadu ma saxayso wuxuu qaadanaya nuugaya wax la wixii sheelay ama isbuun yimi dhadan kaas qalbigaagu yahay noqon saaso kale macnaheedu wuxuu yahay hadaad qashin oo qalbiga ku sii deeyso wixii la intay buu xusan waxa dhiiqaysaa oo muxuu noqonaya xumaanta iyo macaasida iyo dunuubta qalbiga gashay ee shubaya shabaad ka asal ku yihiin kuwa samaka daa dhiiqaysa atani hawaa qabla an qabla an aarif al hawa fasada fa qalban fatamakkana wakilaha qalban khaliin fatamakkana waxa kamida lafadaadka arabkaaga arabku waa meel halisa oo waxay keeni kartaa inaad wax badan oo khaladaad ku dhacdo ilaalintu arabka dalisa waa meel uu ka soo jibaaxayo oo xumaan inaad ka yeesato ku hadasho arab waxa laga hadlaa kufriga baa lagu hadli karaa aydi baa lagu hadlayaa aflagaadada wax sheega wax fara badan baa arabku jira marka arabkaaga ilaali oo rasuulku wuxuu noo sheegay salaatullaahi wasalaamu calayhi waxyaabaha inta badan dadku ay naarta ku galaan alfam wal farj naarta waxyaabaha ay ku galaan waxa u badan waxa weeyaan waa xubinka taranka iyo عربك وننكي صحابي قمرك ويديي وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك
وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد ولسنتهم؟ يعني نار تدق كلمه لو قلابا عربك و خي كسو بخي اي نار تلو غليا شرك عربك لا هاد لي عايده اف لغايد الرحمن هل عربك و خا بلابانيان marka arabkaagu way xakamaysa meesha ilaahay ku abuuray baad garanaysa in loogu tala galay in badan afkar isku hayso oo ilkaad ciyada ka xiga dhan xaragiba ka sareeya maxaan ku inda ka hooseeya meel baa lagu xiray bishmaal laga sareysiyay afka isku qaba wayii oo hadlin hadalka way yaraado hadda waxaan waxa lagu garan karo sax ku hadal marka waxa weeyaan ilaalinta arabku waa madkhalka u fiican ee isaguna askaga ay saacadagu inuu ku soo jibaaxo oo xumaanta ku soo galiyo si ay shubay iyo sheekh ku dhin waxa ku xiga khadawaat talaabooyinka talaabada qaadayso weena ilaalisa xaqaad u socotaa ma meel xaaraan baad u socotaa ma wanaag baad u socotaa waqsid fi mashik waqdud min sawtik in ankar aswaati la sawtul xamir oo codkii oo carabka ah iyo socodkii ba halka waa la lamaanay ka war meel kana waa la maaniyay wacibaadu raxmaani ladiin yamshuun caad hawnan waida khaatabahum aljaayuna qaaluu salaaman socodkiina si deganaasha u socdo ee faariya tabaqtuna isla weyniya cagta u dhig codkan haddii dad xumla kula hadlaan hadal wanaagsan ku dheh marka waxa weeyaan waxay yidhahdeen laba turunturaa jirto turunturada carabka iyo turunturada cagta labadaaba iska yaali marka lugu socodkaaguna way isna hadaf lahaadaa oo meesha u soconaysa ha noqdo waxa weeyaan wax saxa iyo meel fican ku wajahantay waxaa afreeya qodobada ilaajka ee dawada ah atasalluxu bilcilmi sharci in cilmiga sharciga ah la barto waad ku hubaysnaatid oo qofku markuu aqoon leeyahay wuu isdawaynayaa man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin qofka ilaahay khayr la maago diinta ayuu fahansiiyaa fahamka diinta waxaa kow ka ah qalbigaaga iyo waxa ku jiray say wax yihiin inaad fiq iyo fahmo u yeelato si ay isu hagaajisaa aduugu bay cilmigu ka bilaabanaya halkaas ku bilaabanaya cilmigu oo fitanta amraadka khatarta ay kugu wajahan ee kugu socda inaad dhugu yeelato oo cilmi u yeelato halkaasay ka bilaabanaysa waxay odhan jireen laa tadurruka alfitnatu waxaa la xudayfa hadalka ما عرفت دينك فتنة وحكيالي ميسو هذا الدين تهذا برطو إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق بالباطل أما الحق والباطل لكن يبكو الحكاتشرا مركا إسكاكا كادر سنتو حق يا باطلك أو ضد بضنبا كل عي بدع كل عي أو أنت بدن لي هذا وحكي ماذا إما وعلى هذا الشبهات وحكي ما ليسا أما هو نقل كاذب أما هو فهم حنوق الله عضن أو سيق الضرعة سيابة حكومة ما يمكن على غيابة خالد وفان سيئة أما سيق الله فهمي إن حق يا باطي إسكادر سمو وهذا هو كله شبهات يا منكرات فرضه كله وحكم إذا وحالينا الشيخي أي مضو مركي كهل لين علمك نافعة إعلن بأن أفضل من علم يزيل شك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل الحق الى المطلوب وكلها معناه عويان علمي النافع لبدا عذر الشك والدرن والشبهه والشبهه يا شهوتي علمي كاسه فينيا علمي كاسه وفي علمي النافع او ضابطك علمي النافع وعويان وعلمي كاسه يا لبدا عذر هذه لبدا عذر الله نوشاي وحب لما جوجت بدن ادي بسويك ولو عليه مركا هدي اسك دويسو شبهه بدل كيد وحي مانا يا محي يقين باي مانيسا هدي الشهوات كات كات ترى وحي مانيسا اراده قويه ايمان كا اراده قويه وجازم انك حق بصدو ما كان سا وحا سو بحيسا قف كاس انو نقدو قائد كي امامه دينته انو ييشو او الله سبحانه وتعالى قران كي سنه او كتلمامي كو يعني هوغان دينته يلانيا وا كو يقينته يا صبر كلا يمانيا وحا كميدا او قودبكا شناد اه سو غابين هلكا ليسو تغان فيليا الصبر وتقوى الله صبر للي ما قفكو انو ادكايستو الى دواد كو جيرتا دكتوركو ماركو قفكا دوا سينو خليهي سدا و خن يا كلا غوينين سيابا و الىشو ماركا وحد وباهانايسا سي ااد اسو دويسو او عودرادا اد وا غودبتيد
inaad markaad qaadanayso dawooyinka sabir weyn meesha aad ku ladhaa hawada waxaa lagu daweynayaa sabir iyo adkaysi wain tattaquu watasbiruu wakala laa yadurruum kaydum shay-an waa cadowgii kugu sii daynayay shubahaadka iyo xumaantii kugu wadayay dhibaatada oo markaa fitanta shubahada yaqiin baa la iskaga riixayaa fitanta shahwadana sabirkaasaa la iskaga riixaya marka wayn shicaarkaagu ahaadaa laa astasilanna asacaba aw udrik almuna faman qaadat alaamaalu ilaa lisaabiri wayn shicaarkaagu noqdaa waxaa qodobka lixaad ah qur'aanka akhriskiisa qur'aanku waa dawo وننزل من القرآن ما هو شفاء إلهي سبحانه وتعالى وعافمات بكتور لما لقى دوبية وحوم الإنسان شبه هذا هي شهوة قرآن كانت دووة وحن صاري بأن إن شيء وحاج شيئا إن بام على الوقت نوعها أكاديمية عندي كنت شيئا مركا هنا برد شيئا ومعالي ما شاء الله قد يقاي وحالي هنتوى لك الشعية تدخل لبرو wuxuu soo qaatay ninkaasi oo jaamacado ruushku ka soo baxay shan sano ayuu dhiganayay ilaaha ma jiro ayuu soo beranayay shan sannadood iyo wixii la halmaalo un wixii intaa adeegaya iyo mabda'a inta wadaag oo dhaqaalaha ka warramay laakiin aasaaskii inu yahay ilaaha ma jiro shan sannadood buu dhiganayay macalimu ninkaasi ii noqday waana wadaad ogow ninkaasi waa wadaad wadaad soo bartay shahaado soo qaatay ka warran ilaaha ma jiro soo bartay ilaa tukanayo cibaadaysanayo qur-aanka akhriyaya ninka waxaan samayn jiray marka war ninka kan marka wuxuu samaynaya markuu noo dhigayo wuxuu sabab la dhigaa dadka ahlu caqiidada aaminsan islaamka nasaarada yahuudda waxaas waxay aaminsan yihiin qulyaha maa diinta ah iyana waxay aaminsan yihiin maaragtay shuuciyada waa anaga waxaan soo diyaarinaa ninka waa radinaa waaba ku raaxaysanaysha radintayada waa damaa unukiis hele wareedha bal ii waran markaasuu yidhi wuxuu yidhi shan sannadood baan dhiganayay wax kan waxaa jira xisad shan boqol oo saacadood aan qaatay oo ciwaankeedu yahay laa ilaah walxayaatu maada ilaah ma jiro noloshan waa maaddo soomaali baana ka hadhay buu raggii kale qaarna shaki baa ku dhacay qaarna waxaan intay ogaanay ilaahay inaanu jirine maxaan waqtiga iskaa lumayana suuqay galeen anaa dhex fadhiyay brofesorka iyo dad kale ajaaniba saasuu lambaroon ku soo qaatay wuxuu yidhi markan ka soo baxo qolkaygaan galaa kitaabka qur-aanku mana akhristaa buu yidhi ayaadka kowniga ah iyo waxa ilaahay ka warramayo shanta saacadood ma igama tegin rabadaantaan raashinka waxaan dhigtaa guriga guyiso soona ima dhaafin baladu ka sheekee war waxaan ka baxa baan kuii waxaad ka sheekeysa garan maaye marka waxa weeyaan qur-aanku ninkaas ku badbaday akhriska qur-aanka wax sahal maaha waxaa aynu ku soo khatimaynaa ducada inaad badiso qofku inuu ducada laasimo quluubta ilaahay baa gacanta ku haya ducadu waa cibaadada ilaahay loogu dhowaanayo inaad badiso mar kastaba oo rasuulku wuxuu ku ducaysan jiray allahuma qiinii شر نفسي بوكو دعاء سنجا صلوات الله والسلام عليه اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وكما تحي الهي انك ما انقشو شرك يا دباتي جرت او هاد يا غوراله دعاده اد بدستو marka ducada badsatana rabbiga wuxuu ka badbaadinaya fitan shubahi wa shahawat subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk